بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم هبه سعيد في تمرين تأمل تجلي الزواج. داخل التأمل انا قلت ان احنا ممكن نعمله وقت اكتمال القمر، لكن باكد عليكم ان احنا ممكن نعمله في اي وقت فلكي خلال الشهر، مفيش مشكلة. المهم اننا نكون كاتبين مواصفات الزوج اللي احنا عاوزينه او اللي احنا داعيينه وطالبين من الله ان هو يتجلى في الواقع بتاعنا. نكون كاتبين المواصفات ونكون حريصين على ان كل صفة في الزوج اللي احنا طالبينه تكون موجودة فينا. يعني لو هو كريم اكون كريمة، لو هو صادق اكون صادقة، لو هو طموح اكون طموحة، لو هو بيساعدني اكون انا كمان بساعده. فلو انت او انتي لسه ما كتبتيش المواصفات، وقفي التسجيل دلوقتي واقعدي هاتي ورقة وقلم واكتبي المواصفات اللي انت عاوزاها في الزوج، سواء كنت بتعملي تمرين تأمل او بتدعي الله بنية تجلي الزواج، فهتجيلك بأفضل احتمال. التأمل ده ينفع للمتزوجين وللي عاوزين يتجوزوا، للي عاوزين يتجوزوا في ان هم يكتبوا المواصفات زي ما احنا قلنا، وللي متجوزين تقدري ترجعي تعملي تاني زي ابديت للمواصفات بتاعة الزوج. يعني لو انتي عندك اي خلاف مع زوجك بسبب صفة فيكي او في مخلياكم مش عارفين تتلاقوا او تتفاهموا، ارجعي اكتبي المواصفات من اول وجديد وجددي النية. فالتأمل ده هينفع بنية الزواج السعيد للي لسه عاوزين يتجوزوا وداخلين على الجواز، وبنية الزواج السعيد للي هما متزوجين حاليا بالفعل. يلا نبدأ مع بعض، ونبقى محضرين كاسة من المية هنشرب نصها قبل ما نبدأ التأمل، والنص التاني بعد ما نخلص. لو انتوا بتعملوا التأمل ده وانتوا في مكان مفتوح وشايفين القمر، ممكن تفتحوا عينكوا بشكل خفيف قوي وتبصوا على القمر وهو بدر. لو انتوا بتعملوه في مكان مغلق، نبدأ نتخيل شكل القمر الكامل وهو بدر مضيء. على القمر الأبيض المضيء ده اللي انتوا شايفينه دلوقتي بخيالكم وبعين بصيرتكم، هنبدأ نتخيل للغير متزوجين. هتبدأوا تتخيلوا صفات شريك حياتكم، توأم روحكم. اعتبري انه القمر ده وهو بدر كأنها سبورة بتكتبي عليها او بتتخيلي عليها، شاشة. ممكن تكتبي دلوقتي مواصفات شريك الحياة او ممكن تتخيليها. بالنسبة للمتزوجين، هتبدأوا تشوفوا حياتكم وهي أفضل ومليئة بالحب، مليانة بقى بكل الحاجات اللي كتبتوها في ورقة قبل ما نبدأ الجلسة. بالنسبة للي مش عارف يتخيل ايه، اطلب الإرشاد الإلهي انه يظهر لك أفضل شيء ليك، أفضل شريك، أفضل حالة حب، أفضل مواصفات، أفضل حاجة تناسبك. وخليكوا عارفين إنه الشريك ده انعكاس للي موجود جوانا. فإذا عاوزاه بيقدرني لازم أكون أنا كمان بقدره. عاوزاه كريم لازم أكون أنا كمان كريمة. عاوزاه يكون سندي أو ظهري، لازم أنا كمان أكون بحتويه. هسيبكوا دلوقتي شوية مع التخيل. شوفوا نفسكوا بوضوح على وش القمر كأنه مراية وبيعكس. شوفي نفسك وانت سعيدة مع شريكك، وانت سعيد مع شريكتك. انتوا بتلعبوا بتضحكوا بتتفسحوا بتقروا بتعملوا كل شيء يمتعكم في الحياة. اطلقوا العنان لخيالكم، تقدروا تتخيلوا اللي عاوزين تتخيلوه. تمام، دلوقتي هنوجه انتباهنا ناحية القلب وهنردد. أنا ممتنة وشاكرة لله وملائكته وكل تسخيراته، ممتنة للشخص اللي اختاره ربنا انه يكون ليا في حياتي شريك وحبيب. أشكر الله، أشكر ذاتي وأشكر جسدي، أشكر كل شيء حواليا. بنشكر ربنا من قلوبنا وإحنا مستشعرين السعادة والسلام والحب. حسوا بالسعادة وبالسلام والود والرحمة أثناء وجود توأم روحك. أول ما تفتحي عينيكي، أول ما نفتح عينينا هنشرب النص التاني من كاس المية، وهنشكر الطاقة الإلهية. خليكوا على ثقة إنه قريبا جدا الحياة كلها هتكون حب في حب في حب. هتبدأوا تشوفوا إشارات كتير وتحسوا بحاجات جميلة قوي. خليكوا منتبهين. هناخد نفس عميق ونرجع هنا والآن. الحمد لله رب العالمين، ونردد تحياتي لذاتي، تحياتي لقلوبكم. هبه سعيد.